النقاط التي يناقشها زعماء الدول الإفريقية خلال قمة نواكشوط، فيما تبرز بقوة تهم الفساد التي تلاحق الاتحاد الإفريقي والتي أعلن الأخير فتح تحقيق فيها. مراقبون وخبراء أمنيون يرون أن قمة نواكشوط لن تركز كثيرا على الملفات الأمنية والنزاعات في القارة، بينما سيعقد الرئيس الفرنسي لقاء مع قادة دول الساحل، والاجتماع الذي يأتي بعد الهجوم الذي تعرضت له القوة العسكرية المشتركة في مالي، والذي يعتبره البعض رسالة إلى قمة نواكشوط. أول عملية تتعرض لها بشكل مباشر القوة العسكرية المشتركة لمجموعة خمسة، قبلها كانت العمليات العسكرية تصنف الإرهابية تستهدف القوات المالية، القوات الفرنسية، قوات الأمم المتحدة، هذه استهدفت هذه القوة، بما فيها رسالة ضمنية هو موجهة للقوة المشتركة. ورشات عديدة على هامش قمة دول الاتحاد الإفريقي أبرزت المواضيع التي تؤرق الأفارقة، وبينت مراكز الخلل التي يجب أن يركز عليها الرؤساء في اجتماعاتهم. ينتظر المواطن الإفريقي بأمل ما تخرج به قمة نواكشوط من توصيات وقرارات مهمة تمس واقع المواطن في إفريقيا. الشيخ اليوم السيدي، ميديان تيفي، نواكشوط.